السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيبين زميلي الفاضل أطباء الأشعة. إن شاء الله هتكلم كده في مرات صغيرة وكتيرة على الفحص المهم جدا 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 ده اللي هو الترانسكرينيال التراساوند للنيونيتس، اللي للأسف ما بيتعملش غير في أماكن محدودة ومعدودة، وبالتالي يعني في أطفال كتير بتفقد الفاليو بتاع الفحص ده، وهو في الاخر فحص سهل. نعرف يعني عدد من الاستشاريين وحوش بالسونار والدوبلر ويجوا عند الفحص ده ما بعرفش. فالموضوع يا جماعه بسيط باذن الله تعالى. انا هحاول اكسره على مدى شهر رمضان ان شاء الله، وحاولوا يعني على قدر المستطاع ان انتوا تنزلوا حضانات تتدربوا فيها على الكلام اللي هنقوله. ان شاء الله في الجزء الاولاني انا هستعرض جزء من الاناتومي، وهبدا ازود اناتومي في اناتومي في اناتومي، ثم التكنيك. يعني انا هبدا الاول بالاناتومي لغايه لما تحفظوه، بعد كده التكنيك ازاي نجيب بقى الاناتومي ده، والتكنيك فيري ايزي. طيب انا بدات بثلاث اسئله رفعتهم على الفيس. ده كان ايه؟ ده السؤال الثاني، الايكوجينيك لينير ستراكشر ده كان ايه؟ والسؤال الثالث، الحاجه السوداء دي اللي هي السي اس اف كونتيننج ستراكشر كانت ايه؟ نبدأ الأول بمعلومات عن الأناتومي as a general. أنا كده باصص للبرين ساجيتال فيو، وبالتالي إيه اللي عندي؟ عندي لوبر أناتومي أو سيريبرم يعني، وسيريبيلم وبرين ستيم وشوية ستراكشرز تانيين. بالنسبة للسيريبرم أو سيريبرم هيمسفير، قدام فرونتال لوب وفوق كده اللي هو البارايتال لوب وورا الأوكسيبيتال لوب. التمبر طبعا هيبقى على الجنبين. أنا دلوقتي ميد ساجيتال فمش هشوف التمبر. طيب الجزء ده من الجيراي او من البرين اللي حوالين ده مين؟ كوربس كالوزم. الجزء ده اسمه سنجريت جايروس. الكوربس كالوزم ده عباره عن وايت ماتر بتوصل يمين من شمال، حاجه اسمها كوميشرال فايبرز. تمام، يبقى ده كده كوربس كالوزم، ده هيبقى اللاند مارك بتاعنا في السونار، ده هو اهم حاجه عندنا في الكرينيال الترا ساوند. نجيبه باقي الاناتومي هيبقى سهل. طيب ده كده بالنسبه للي فوق اللي اسمه سوبرا تنتوريال. تمام، طيب اللي تحت بقى اللي هي البوستيريور فوسه هتلاقي السيربيلم، وانا في الميد ساجيتال الجزء الوسطاني من السيربيلم اللي هو اسمه سيربيلا فيرس، قدامه البرين ستيم اللي هو هيبقى الميد برين وبونس وندالة، وما بين الاثنين طبعا هيبقى ليه الفورس فينتريكل. الحته دي هنقولها كمان شويه. طيب انا هبدا بصورتين ثلاثه رنين ميد ساجيتال علشان بس نعود عينينا عليه ونحاول نجيب نفس الاناتومي وادق منه كمان بالسونار. دي صوره رنين ميد ساجيتال. ايه اللي باين؟ باين اللاند مارك الاساسيه بتاعتنا اللي هو كوربس كالوزا، البودي بتاعه في النص، الجينو قدام، روسترام، بعد كده سبلينيوم ورا. تمام، وهو اكشوالي بيتكون من قدام لورا، فدي اخر جزء مثلا ممكن يتكون اللي هو السبلينيوم. وبالتالي لو كوربس كالوزا بارشال مثلا جينيسيس ولا حاجه او ديس جينيسيس، الجزء ده ممكن يطير معانا. طيب يبقى ده كده مين؟ الكوربس كالوز، وادي اللوبر اناتومي الفرونتال والبرايتال، بعد كده ورا هيبقى الاوكسيبيتال. ممتاز، تحت الكوربس كالوز في سي اس اف سبيس اسمه كيفم سيبتم بيلوسيدم، او ممكن يسموه برضو سيبتي بيلوسيدم، ولو رجع ورا شويه اسمه كيفم فيج، ده فاريانت. تمام، طيب ننزل على الجزء ده، ادي كده السيريبيلا فيرمس فورس فينتريكل هتلاقي رومبويد شيب، بعد كده الميد برين والبونز والميدل. طبعا هنا في السيريبرال كوتاكتوف سيلفس، المكان ده مكان الثيرد فينتريكل، هتلاقي فيه ثالاموس بتاتاتش يمين من شمال، حاجه اسمها انتر ثالاميك ادهيجن، وباقي الثيرد فينتريكل. تمام، اوكي، مين ده؟ ده كيفم سيبتم بيلوسر اللي هو بيبقى ما بين الاثنين لاترال فينتريكلز، ولو كمل ورا هيبقى اسمه كيفم فيرج. صوره رنين ثانيه نقول نفس الاناتومي، معلش ما تزهقوش، مين ده؟ كوربس كالوزم، ادي الجينو روستام البودي والسبلينيوم، السي اس اف اللي تحتيه الكيفم سيبتم بيلوسيدم، لو رجع لورا هيبقى كيفم فيرج، نفس الشيء كده رجع لورا بقى كيفم فيرج. دي اسمها سنجوليت جايروس اللي هي اللي فوقيه مباشره، فرانتال بارايتال اوكسيبيتال لوبس دي التنتوريوم، سيربيلم انهي جزء فيه؟ اللي في الميد لاين الفيرمس. تمام، وادي كده فور ذا فنتريكل. طب مش في هنا سي اس اف تاني؟ سيسترنا ماجنا. تمام، وادي برين ستيم وهنا الثالاموس مع الثيرد فنتريكل. تاني كوربس كالوزم بالبارتس بتاعته، ادي جينو والبودي والسبلينيوم، كيفم سيبتم بيلوسيدم، سنجليت جايروس. تمام، مين ده؟ سيربيلم،
اللي هو الفيرمس، فورز فينتريكل وسيسترنال، وادي البرين ستيم، وهنا منطقه الثيرد فينتريكل والثالامس. الاستراكشر ده هقوله كمان شويه. طيب نخش هنا، هنا بيقول لك ان ده السيربيلم، سيربيلر هيمسفير، هيمسفير، والحته دي اللي هي مين؟ الفيرمس. كلمه كده صغنطه خالص عن التكنيك، انا مش هقولها دلوقتي، بس ان جنرال انا بحط البروب فين وبحطه ازاي؟ ده كده اسمه انتيريور فونتانيل، مفتوح عند كل الاطفال بري تيرم او تيرم، وبيقفل يمكن لغايه سنه، يعني بيفضل لغايه سنه ونص ولا حاجه، ومعانا لغايه 6 شهور بنكزامن منه كويس جدا. بس انا دلوقتي بتكلم على النيونيت اللي هو لسه مولود، ده ممكن كمان يبقى بري تيرم، يعني مفتوح عنده فونتانيل واثنين وثلاثه، بس انا 90% من البحث هعمله هنا، ومعظم الاناتومي هطلعه من هنا. عندي 2 بلينز للاناتومي، يا اما احط بالطول يعني انجل يمين وانجل شمال اللي هو الساجيتال، ميد ساجيتال وبرا ساجيتال يمين وشمال، تمام؟ يا اما احطه بالعرض وابص ورا وقدام اللي هو هيجيب لي كورونال من انتيريور لبوستيريور. انا هبدا كده فيديوهين ثلاثه اناتومي على الساجيتال، الفيديو ده على الميد ساجيتال، انا حطيت البروب ال اس. طب يا دكتور انا ما عنديش البروب بتاع الاطفال ده، مش مشكله، البروب ده موجود في كل المستشفيات بتاعتنا، كومبكس، حط الكومبكس ساجيتال، خليك ميد ساجيتال، وهات بقى الاستراكشرز اللي هنقول عليها دي. تعال بسم الله، مين ده؟ كورباس كالوزن، هو ده اللي هنجيبه وهو ده اللاند مارك بتاعنا. انا حطيت البروب في الاول، حسيت بايدي الانتيرو فونتانيل، حطيت البروب ال اس عليه، يعني هجيب ساجيتال في النص بالظبط، تمام؟ الطفل بيتحرك ولا كده؟ طبعا دي جود ساين انه قاعد يتحرك، بس نحاول نثبت راسه ونحط الميد ساجيتال. جبنا الاستراكشر ده، وهقول واعيد وازيد لغايه لما تحفظه. مين ده؟ كورباس كالوزم. عباره عن ايه؟ الكورباس كالوزم هايبو تو ايزوكويك ستراكشر ما بين خطين بيض، واخد السي شيب بالالترا ساوند. الجزء اللي قدام خالص ده الجينو، واللي تحتيها ده الروسترم، وده البودي، واللي ورا خالص ده السبلينيا. ممتاز. ايه اللي تحتيه؟ كيبون سيبتم بيلوسيدم، واللي ورا فيرج. ايه اللي فوقيه؟ السنجليت جايروس. هي فين الجايراي والسلساي؟ انا مش شايفها. يبقى ده شكله بريماتيور، لسه ما اتكونتش كلها، في بعضها متكون بس لسه ما اتكونتش كلها، يبقى ده شكله كده بريماتيور او بريتر، ممكن يكون 28 اسبوع 30 اسبوع اند سو اون. كويس، لكن اقدر اقول برضو ده كده فرونتال وده كده برايتال وده كده اوكسيبيتال. مين الاستراكشر ده اللي مخطط؟ ده شبه ده، يبقى ده كده السيربيلم. انهي جزء اللي في النص؟ سيربيلر فيرمس. مين الشكل الرومبويد ده؟ فورس فينتريكل. سي سي اف اللي تحت سيسترنا ماجنا، والاستراكشر ده برين ستيم على بعضيه، الحته المبقلظه دي هي اكبر حته اللي هي هنا اللي هي البونز. طيب يبقى كده ده ميد برين وبونز ومضله، طب في حاجه كده لازقه فيهم على طول اللي هي الاستراكشر ده اللي هو الثالاموس على منطقه الثيرد فينتريكل. تعال نشوف حاله ثانيه. مين ده؟ انا ميد ساجيتال، حاطط البروب ال اس في النص بالظبط، يبقى ده الكورباس كالوز، ده اللاند مارك بتاعي. اللي فوقيه سنجوليت جايروس، هتبدا تتكون سالكس موجوده في الحته دي، تمام، بس مفيش سلساي وجراي كتير، ده شكله بريتير، تمام. هنا اللي تحتيه كيفام سيبتم، واللي وراه اللي ورا شويه كيفام بيرج. الستاندرد هتلاقيه هو الكيفام سيبتم، لكن كل ما الطفل يكبر مش هنلاقي الكيفام بيرج، زي مثلا هنا كيفام سيبتم بس اللي موجود. طيب يبقى انا جبت الكوربس، جبت فوقيه وجبت تحتيه، طبعا اللوبر اناتومي خلاص. مين ده؟ الايكوجينيك ده سيريبيلم. انا ما بحبش الاستراكشرز الايكوجينيك ان جنرال، فلازم اعرف مين اللي نورمالي بيبان ايكوجينيك، عشان اي حاجه ايكوجينيك تانية هقول دي ابنورمال، تمام؟ هتقول لي مين الحاجات دي؟ هنقولها كمان شويه. طيب ده كده مين؟ ده السيريبيلم اللي هو الفيرمس. سي اس اف قدامه، ده الفورز فينتريكل، سي اس اف تحتيه سيسترنا ماجنا. طيب الاستراكشر المطول ده اللي جزء منه هايبو وجزء منه هايبر سنة، ده كده كله على بعضه البرين ستيم، الميد برين والبونز والمضله. مين الدوريه الحلوه دي؟ هي دي اللي هي مين؟ الثالاموس او انتر ثالاميك ادهيشن، والباقي ده سي اس اف بتاع الثيرد فينتريكل، وممكن كمان اقول لك ان دي كمان الاكويدكت اوف سيلز، بس مش هندور عليها لانها هتبقى صغيره. طيب حاله ثانيه، الاستراكشرز هنا مختلفه عن اللي فات، نرجع للي فات ونقول لك ان هنا ما فيش سلساي وجراي، والسي اس اف هنا بروميننت لان ده بريتير، لكن هنا سلساي وجراي كتيره. السلساي والجراي اللي الخطوط البيضاء دي هي دي السلساي، بتبان بيضاء لان ده الانترفيس ما بينها وبين بعضيها، انا بشوف الانترفيس مش الفلويد اللي فيها،
تمام، والسي اس اف هنا بدا يقل مع انبعاث تيرم بيني، بس الاناتومي هو انا ميت ساجيتال يبقى كوربس كالوزم، الروسترام جينو والبودي والسبلينيا، تمام، حاجه ايزو اوكايك او هايبو اوكايك ما بين خطين بيض، تحتيه كيفم سيبتم بيلوسيدم، فوقيه السنجليت جايروس، تمام، مين ده؟ السيربيلم. ممتاز، يبقى ده الفورز فنتركل صغنون بس متشاف، سيسترنا ماجنا والاثنين دول على بعضيهم اللي هو الايه؟ برين ستيم، والجزء ده الثالاموس. في لينير ايكوجينيك ستراكشر بيلف حواليها هنقوله كمان شويه. طيب تاني ما تزهقوش، ده كده تيرم ولا بري تيرم؟ يعني في بعض الصلصاي متكون وبعضها مش متكون، مفيش الكونفليوشنز دي اللي زي الايه؟ اللي زي ده، طول ما الكونفليوشنز بتاع البرين دي مش موجوده لا ده شكله بري تيرم بس خلاص. كوربس كالوزم تحته كيفم سيبتم بيلوزنم، فوقيه سنجليت جايرس، سنجليت جايرس بالسلكس بتاعتها بتبقى بارلل الكوربس كالوس، ما بتشاورش عليه، ماشيه بارلل له، امال لو بقت بيربنديكولار عليه ابنورماليتي، تمام. طيب ده مين؟ سيربيلر فيرمس، فورز فنتريكل سيسترنا ماجنا، وده كده على بعضه برين ستيم، والدوريه الحلوه دي الثالامس. طب مين الحاجه الايكوجينيك؟ ايكوجينيك لينير في الميد لاين هنقولها كمان شويه اسمها فورليكس. طيب نكمل، ده كده ده الميد لاين ساجيتال، وده برضو الميد ساجيتال، لكن ده تيرم بيبي وده بري تيرم. السي اس اف هنا بروميننت، لكن السي اس اف هنا قليل شويه بس ما اختفاش، في هنا فورز فنتريكل وفي سيسترنا ماجنا، تمام. البرين كونفوليوشنز او السلساي والجراي هنا ليس بروميننت، لكن هنا مور بروميننت، يبقى الشكل ده تيرم وشكل ده بري تيرم، تمام، لكن الاناتومي واحد، اللاند مارك الاساسيه الكيف الكوربس كالوزم وما تحته بقى من ايه؟ من كيف. طيب ده كده الكوربس كالوزم او مكان يعني بتاع الكوربس كالوزم عفوا اللي هو هنا. مين بقى الاستراكشر ده اللي هيبان كايكوجينيك ولافف لفه حوالين الثالاموس؟ ده اسمه فورنكس، هو له بارتس كراس وكولم وبودي اند اند اند، ده عباره عن وايت فايبرز، تمام، او وايت ماتر. تعال نشوفه هنا في صورة الرنين، ده كده اللاند مارك بتاعتنا اللي هو الكوربس، وده كده الفورنكس. انا مش هعلق بقى ده اقول لك البودي والكولم كده، فورنكس كفايه، بيلف حوالين مين؟ حوالين الثالاموس في منطقه الثيرد فنتريكل في الميد لاين، ميد لاين ميد ساجيتال. دي صورة رنين تانية، احنا برضه ميد ساجيتال، ادي الكوربس كالوزم بالكيفم سيبتم بالسنجليت، مين ده؟ الفورنكس. طب تعال نشوفه هنا، نجيب الاناتومي بتاعنا اللي احنا عرفناه، ادي كده الكوربس كالوزم، الجينو البودي بسبلينيا، تحتيه كيفم سيبتم وكيفم فيرج، فوقيه سنجليت جايز، ممتاز جدا. طب ما تكمل، ادي الايكوجينيك سيربيلا فيرمس، فورز فنتريكل سيسترنا ماجنا برين ستيم، والحته دي بتاعت الثالامس، شايفين بقى الايكوجينيك لينير ستراكشر اللي في الميد لاين اللي بيلف حوالين الثالامس وتحت الكيمن، هو ده فورنكس. مش هقول عليه كورويد بلكسس لان الكورويد بلكسس هتبقى على الجنبين شويه، تمام، مش هقول عليه هيموريدج لان الهيموريدج برا ميد لاين مش في الميد لاين، فده ممكن يتلخبط مع حاجه اسمها جيرمينال ماتريكس هيموريدج نقولها بعدين، تمام. المهم ده في الميد لاين نورمال ستراكشر اسمه فورنكس. اوكي تاني، مين ده؟ ده خلاص بقى احنا عرفناه وحفظناه، الكوربس كالوزم سنجليت فوقيه كيفم سيبتم تحتيه، ممتاز. وادي كده السيربيلم بالبرين ستيم بالفورز فنتريكل بسيسترنا ماجنا، مين دي؟ الثالاموس. يبقى الايكوجينيك لاين مش بلش مش راوند، تمام، الايكوجينيك لاين اللي بيلف حواليها ده الفورنكس، تمام. صوره ثانيه، مين ده؟ الكوربس كالوزم والكيفم، يبقى ده كده فورنكس ايكوجينيك لاين، وادي السيربيلم بالفورس فنتريكل بسيسترنا ماجنا. هنا بيقول لك ده مختلف المراحل بتاعه الماتوريشن، هنتكلم برضو عليها لاحقا. ده كده تيرم الكونفليوشنز كلها بتاع البرين بين السلساي والجايراي، هنا اقل هنا اقل، هنا تقريبا البرين ممسوح ممسوح ما عدا واحده بس، ده كده بيسموه سموث برين. انتوا عارفين لو ده نازل 36 اسبوع ده تشخيص، ده لوحده كده تشخيص اسمه لايسين كافي، لكن ده 30 اسبوع 32 اسبوع او 28 اسبوع اكسبتد، تمام، لكن لو كان 36 37 ده كده هيبقى ايه؟ تشخيص،
تمام. يبقى ده كده المنظر بتاع البري تيرم اللي هي سلساي والجراي هتلاقيها قليله او سلساي ميل يعني، تمام. تزيد مع الاتش، السي اس اف يبقى ليس بروميننت مع الاتش. عايزين نقول معلومه، فوق الكوربس كالوزم السنجوليت بارلل، على قد ما تقدر هتلاقيها بارلل مش مشرشره، هنشوف لها منظر كمان شويه، تمام. يبقى تاني مين ده؟ كوربس كالوزم ده مين؟ الفورنكس. تعال نقول بس ايه ده كده، ادي الفورنكس، فورنكس بيتشاف تقريبا ستاندرد، تمام اوكي. طيب نفس الشيء هو الفورنكس ده، السي اس اف هنا بروميننت شويه، ما فيش اي مشكله، تمام. مش هو ده المنظر اللي انا اقول فيه هيدروكيفالس وايه، لا له مناظر ثانيه وقياسات اند اند اند. بس هنا بيقول لك يعني عشان نتشيك على الفنتريكلو سيستم، دي منطقه الثيرد فنتريكل ودي الفورث فنتريكل ودي السيسترنا ماجنا، ده في الميد لاين اند انف. انا مش هعلق على الثيرد فنتريكل في الميد لاين، له فيوهات ثانيه. الفورث فنتريكل ممكن اعلق عليه هنا وله فيو ثاني، تمام اوكي. طب ما تيجي نبص كده، ده كده كوربس كالوزم اه، وده كوربس كالوزم، ده شكله نورمال؟ لا، اولا السي اس اف ده شكله كبير شويه، بالاضافه ان هو شكله رفيع شويه، رفيع هو له ثيكنس معين يا دكتور، المفروض يعني ما يقلش عن 3 مللي، تمام. طيب ده بيكون هوموجينس؟ لا، ده فيه نقط بيضة يعني نورمال؟ لا اب نورمال، نتكلم في الاجروماتي بعدين. طب هنا هو اصلا فين؟ انا مش شايفه، دي نقطة. النقطة الثانية أنا قايل لكم السلساي والجراي هتبقى معظمها بالذات سنجريت بارلل، لكن دي كلها مشاورة عليه كأنها سان ريز. أول ما تلاقي المنظر ده غالبا غالبا مش موجود، مش موجود كله أو حتة منه، أول ما تلاقي السان ريز بكريش وأنا متأكد إن أنا في الميد لاين. إشمعنى؟ ما أنت عندك أدي السيربيلا أهو والبرين ستيم أهو، هو المفروض كده هنا. مش هنتكلم دلوقتي إيه الباثولوجي، بس طالما ما لقيتش النورمال اذا انت بتتكلم في ابنورمال، شكل مختلف عن نورمال انت بتتكلم في ابنورمال، نتكلم عليها بعدين. يبقى اجابه الثلاث اسئله بتاعتنا، مين الاخ ده؟ كوربس كالوزم، ده كمان البادي اوف كوربس كالوزم. السؤال الثاني، مين الايكوجينيك لاين ده؟ ده الفورنكس، انا في الميد لاين ميد ساجيتال. السؤال الثالث، مين الحاجه التريانجولار او الرومبويد دي؟ ده نورمال فورث فنتريكل. النهارده اتكلمنا فقط على الميد ساجيتال فيو. يلا نشوفكم مرة تانية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.